في كلمته التي ألقاها في أشغال قمة حركة عدم الانحياز حول التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أن تحقيق النقلة المرجوة والاستفادة المثلى من فرص التعاون الدولي تستدعي إضفاء التوازن في العلاقات الدولية، داعيا إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والرفع من مستويات التعاون شمال-جنوب في كنف المصلحة المشتركة وتسريع نسق التعاون وتذليل العقبات من أجل استرداد الأموال المنهوبة لفائدة الشعوب المعنية. نجتمع اليوم في ظل وضع دولي دقيق وحرج، في ظل تواصل اعتماد آليات ونظم عمل بالية، وإن اختيار محور تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك إنما يمنحنا فرصة مزيد التداول حول أحد أهم الأدوات المتاحة لنا من أجل رفع قدرة دولنا على الصمود أمام هذه التحديات. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار إن تونس تدعو إلى تكثيف الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار ووضع حد فوري لمأساة الشعب الفلسطيني، مذكرا بدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل عقد عالمي جديد. وطالب الوزير أن تظل القضية الفلسطينية العادلة في أعلى سلم أولويات حركة عدم الانحياز إلى حين تحقيق العدالة في فلسطين باسترجاع الشعب الفلسطيني لأرضه السليبة وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرضه وعاصمتها القدس الشريف. وبقدر ما تثمن تونس تضامن حركتنا ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني، فإنها تؤكد مساندتها لوحدة الموقف صلب الحركة، مع التذكير مجددا بمواقفها المبدئية الثابتة وإدانتها الشديدة لاستمرار العدوان والاستعمار ورفضها المطلق للمساواة بين المعتدي والمعتدي عليه، كما تسجل تحفظها على أي صياغات ضمن المخرجات لا تتفق مع ثوابت هذا الموقف. كما دعا وزير الخارجية حركة عدم الانحياز بهذه المناسبة إلى توظيف ثقلها السياسي لتكثيف الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة، بما يسمح باستئناف عمليات الإغاثة الإنسانية وتخفيف معاناة مليونين من المهجرين قسريا. وأن استمرار الوضع على ما هو عليه في هذه المنطقة الحساسة يهدد الأمن والاستقرار في العالم، في حين سيكون لإنهاء العدوان إسهام مباشر في تنشيط الاقتصاد العالمي. وستظل تونس ثابتة في دعمها للقضايا العادلة وحريصة على المساهمة الفعالة في جهود تحقيق الاستقرار في العالم، بما في ذلك من خلال عضويتها الحالية لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي ومشاركاتها الفاعلة في البعثات الأممية لحفظ السلام خاصة في قارتنا الإفريقية. وعلى هامش مشاركته في مؤتمر قمة حركة عدم الانحياز، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار جملة من المحادثات، وذلك خلال لقاءات جمعته بعدد من وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول المشاركة في هذا المؤتمر، تناولت مجملها سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون في المنطقة.